السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رشا عابدين من قناة كودرز كامب. زي ما قلنا قبل كده ان مع كل فيديو احنا بنتعرف على حاجة جديدة. في الفيديو ده احنا عايزين نعمل سبوت ونشوف ازاي بنقدر نقارن تو سترينجز مع بعض. وفي الفيديو ده كمان هنتعرف على شكل سينتاكس جديد في البايثون. تعالوا كده نشوف الاكزامبلز. اول حاجة كان في اكزامبل اخدناه في ويك 1 في السي، كان اسمه agree to see. طبعا اللينك هحطه لك في الفيديو ديسكريبشن. الاكزامبل ده كان بيطلب من اليوزر يدخل له حرف، ده بيبقى جزء من برنامج، مثلا بيبقى عمل حاجه معينه وبيطلب من اليوزر هل انت موافق على الحاجه دي او على الليسنس دي او على اي حاجه. فاليوزر كان بيبقى متوقع منه يرجع من جيت كار لا اما حرف الواي لا اما حرف الان. واي انديكيت لي نعم، الان انديكيت لي نو. تمام. طيب المفروض اللي كان بيرجع من الفانكشن دي كان بيتحفز لي فيه متغير اسمه سي نو كار، وبعدين بدخل هنا بقول له هل المتغير ده ايكوال ايكوال الواي كابيتال او اور، وشكل الاوبريتور ده بيتكتب في السي بالشكل ده اور. المتغير ده اليوزر كتب لي سمول واي، لو كتب لي كابيتال واي او كتب لي سمول واي اتطلع لي على الشاشه اجريد، لو اليوزر دخل لي كابيتال ان او سمول ان طلع لي على الشاشه نوت اجريد. تعالى نجرب البرنامج ده، هقول ميك اجري وبعدين اجري. هيقول لي do you agree، هقول له ان، هيقول لي نوت اجريد. تمام. طيب نفس البرنامج ده بالظبط لو حبيت اكتبه في البايثون هيتكتب بالشكل ده. اول حاجه انا استخدمت هنا الجيت كار، عشان استخدمها عملت انكلود للمكتبه بتاعه السي اس 50.h. نفس الحكايه انا علشان استخدم الفانكشن بتاع جيت سترينج هنعمل انكلود للمكتبه بتاعه السي اس 50، وهعمل انكلود للفانكشن بتاعه الجيت سترينج. اول حاجه تاخد بالك منها، انا هنا استخدمت الجيت كار، انا هنا استخدمت الجيت سترينج. زي ما قلت مفيش داتا تايب في البايثون اسمها كار، فمفيش فانكشن في البايثون اسمها جيت كار. السترينج بيعبر عن اي حرف من اول حرف واحد لحد مقاله كامله، ده بيبقى سترينج. فانا استخدمت جيت سترينج عشان اليوزر يدخل لي اللي هو عاوزه، وبعدين هحفظه فيه متغير اسمه اس، واقول له لو الاس ده كابيتال واي زي هنا اور. بص هنا انا استبدلت الاوبريتور ده اللي بيتكتب في لغه السي بالشكل ده لكلمه اور، ودي الفكره من اللغات الهاي ليفل بروجرامنج لانجويج. لو تفتكر كنت قلت لك هم عاوزين يعبروا بالسنتكس بتاعت اللغه دي، كل ما كانت هي هاي ليفل بروجرامنج لانجويج كل ما هم بيبقوا عاوزين يقربوا للغه الانسان. فهتلاقي هنا في البايثون بتكتب اور ككلمه بالانجلش بتبقى اقرب للجمل واقرب لمفهوم الانسان. فكتب هنا اور سي ايكوال ايكوال واي، نفس الحكايه بالظبط اجريد او نوت اجريد. تعالوا كده نجرب البرنامج. دوت بي واي هقول له ان نوت اجريد، نفس البرنامج اشتغل تمام جدا. طيب ممكن اليوزر ما يدخليش واي بس، ممكن يدخلي او ان بس، ممكن يدخلي نو او يدخلي يس. ممكن هنا اقول له مثلا اور اس ايكوال ايكوال يس، تمام صح. وممكن اقول له اور اس ايكوال ايكوال يس كابيتال، وممكن اليوزر يدخلها لي كلها كابيتال، فاقول له اور اس equal equal yes بالشكل ده، وهكذا بقى. شوف عندك كام احتمال ممكن اليوزر يكتبه. لو عملت الطريقة دي وعملت النون بالشكل ده هتشتغل تمام، بس ما تيجي نتعامل بذكاء شوية. طب ايه رأيك ندخل مثلا الاحتمالات دي جوه list بالشكل ده f s n، وابدأ بقى احط كل الاحتمالات اللي انا عايزاها، مثلا واي او يس وهكذا، واحط اي احتمالات انا عايزاها. تعالى كده نجرب، هقول له يس اجريد. طيب
تعالوا نجرب حاجة تانية، هكتب له yes capital، هتلاقيه هو متعرفش عليها، لان انا حطيت له برضو هنا نفس الاحتمالات. انا هنا بطلب منه لو الاس بي واي او الاس بي اس او هكذا، يبقى انا لازم ازود هنا كل الليست بتاعت الكابيتال كيس واللور كيس. طب ايه رأيك نزود هنا حاجة، نزود ميثود، الميثود دي اسمها دوت لور، وهنتعرف على الحاجات دي بالتفصيل. يعني انا هحاول ان انا اعرفك على الحاجات دي بالتفصيل كمان شوية، بس خلينا دلوقتي نقول دوت لور كانت عاملة زي اللي احنا بنستخدمها في السي، فاكر دوت ابر ودوت لور، هي بتجيب لك الاحتمالات. انت طلبت من هنا من اليوزر يكتب لك اي حاجة هو كتبها كابيتال كيس، هيجي يدخلها جوه الاس هيحولها للور، تمام، عشان تطلع من الاحتمالات دي. تعالى كده نجرب، هقول له برضو كابيتال كيس يس اجريد، بدأ يتعرف عليها. تمام لحد كده كويس جدا. انا رجعت الكود بتاع البايثون زي ما كان عشان بس نعمل سبوت على الفكرة اللي عايزين نتعلمها دلوقتي، وادي الكود المكتوب نفس البرنامج بالظبط بلغة السي. قبل ما ندخل في النقطة اللي عايز اتكلم فيها دلوقتي، عايز اقولك ان في البايثون عادي جدا ان انت تكتب بدل الدبل كوت سنجل كوت، بس احنا بنكتب يعني دبل كوت بس، يعني مش بتفرق في البايثون على عكس السي. السي كان لازم لو انت هتحط حرف واحد فانت لا، انت هتحط سنجل كوت، هتحط سترينج فانت بتحط دبل كوت، لكن هنا لا، اتس اوكي براحتك. طيب الجزئيه اللي جايه دي والاكزامبلز اللي انا هقولها دلوقتي دي ما اتقالتش في المحاضره في الجزئيه دي خالص، انا بس حبيت عشان اوضح لك او نعمل سبوت على المفهوم اللي عايزين نتكلم فيه دلوقتي. ادي البرنامج المكتوب بلغه السي وادي البرنامج المكتوب بلغه البايثون. هيحصل ايه لو انا بدل ما استخدمت هنا الجيت كار استخدم جيت سترينج زي البايثون، وبدل هنا الفاريبل ما هو سي كار لا نستخدم سترينج، وادي للمستخدم flexibility مرونة أعلى بكتير في التعامل. بدل ما هقول له اكتب حرف واحد بس الواي أو الان، لا أسمح له بقى إن هو يكتب نو يكتب يس يكتب اللي هو عايزه. تعالوا نشوف نفس الاكزامبل ده كده بالظبط بس بالسترينج. ادي قدامك الاكزامبل، تعالى كده نجرب ميك اجري 1. بص طلع لك ايه، طلع لك ايرور بيقول لك ان نتيجه المقارنه ما بين اتنين string is unspecified. وبص هنا كده بيقول لك استخدم string comparison function بدلا من ذلك، استخدم function للمقارنة بين strings. ده يخلينا نرجع لشرحه قلناه قبل كده، نعمل فلاش باك كده ونبدأ نسترجع كل الكلام اللي قلناه ونربط الأحداث ببعض. احنا قلنا ان الشكل المبدئي اللي قدامك ده احنا بنقدر نوصف بيه ذاكرة الكمبيوتر. لو انت في المثال بتاعك طلبت من الكمبيوتر variable نوع string وسميته s، فهو بيحجز مكان في الذاكرة وبيسميها s، وطلبت ان هو يدخل في المكان ده في الذاكرة string، الstring ده مكتوب فيه كلمة هاي علامة تعجب، بيجي يحفظ مكان في الذاكرة اسمه هاي وعلامة تعجب بالشكل ده، وكل حرف من الحروف دي بيبقى واخد عنوان في ذاكرة الكمبيوتر، وزي ما قلنا العنوان ده بيكون بالهكسا ديسمال. كل الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل. لو انت جيت حجزت متغير تاني نوع string وسميته T وحفظت فيه نفس الكلمة بالظبط هاي علامة تعجب، هاي علامة تعجب دي هتاخد عناوين في الذاكرة، ونفس الحكاية ال T هتاخد برضو عنوان. فعليا ال S هتاخد أول عنوان لأول حرف في السترينج بتاعك، والتي هتاخد أول عنوان لأول حرف في السترينج بتاعها. فالاس والتي السترينج في لغة السي ما هو إلا بوينتر بيشير لأول حرف في السترينج الفعلي اللي تم تخزينه في الذاكرة. فلما كنت في لغة السي بقول للكمبيوتر أعمل لي كومبير أو أعمل لي مقارنة بين الاس والتي، لو انا سالته قلت له هل الاس بتساوي تي، مع ان هما الاثنين محفوظ فيهم يعتبر نفس الكلمه بالظبط، هيجي يقول لي لا مش هما مش زي بعض، وده بسبب ان هما السترينج ما هو الا كار ستار، تمام، ما هو الا بوينتر، البوينتر ده بيشير لاول حرف في الذاكره. لحد كده احنا متفقين.
تعالى كده نرجع نشوف اكزامبل تاني. بص كده الاكزامبل ده، الاكزامبل ده هو الشكل البرمجي لنفس الكلام اللي انا كنت لسه بشرحه. انا عندي string اسمه s وهدخل فيه كلام هيدخله لي اليوزر، وسترينج اسمه t ونفس الحكايه. تعالى كده نجرب البرنامج ده ونشوف النتيجه تبقى ايه. هقول له make agree to، هنعمل agree to، قال لي دخل لي الاسم. هقول له رشا، لاحظ انا كاتبه رشا اهي وكلها lower case، هيقول لي دخل لي ال t. هقول له رشا، نفس الكلمه بالظبط. بص طلع لي الناتج ايه. انا قلت له لو الاس بتساوي تي، لو اليوزر دخله هنا هو بالظبط اللي اليوزر دخله هنا، طلع لي على الشاشه كلمه سيم، يعني هم زي بعض بالظبط. لو الس، لو هم زي بعض، طلع لي ديفرنت. هنا على عكس المتوقع، الاثنين مكتوبين زي بعض بالظبط، طلع لي على الشاشه كلمه ديفرنت، مختلف. وده ليه؟ بسبب الكلام اللي انا لسه قايله لك. لو الاثنين سترينج، هم الاثنين زي بعض بالظبط، لكن ده يعتبر بوينتر وده يعتبر بوينتر، فالعناوين مختلفة. كان الحل ايه في الحالة دي كنا بنلجأ لها في السي؟ تعالوا نشوف الاكزامبل ده. الاكزامبل ده انا عندي array من strings، تمام؟ الarray بيتحفظ فيها data نوعها string. لو انا عايز اقول له اعمل مقارنة بين كل index من هنا اللي هو نوع string مع string تانية، ما كنتش بقدر اقول له names i بتساوي ايكوال ايكوال مثلا السترنج اللي انا عايز اعمل له عليه سيرش. يعني مثلا ما كنتش بقدر اقول له names i ايكوال ايكوال run، لا، هنا كان لازم ملجأ لي فانكشن اسمها string compare. دي اللي بتديني القابليه والقدره على اني اعمل مقارنه بين تو سترنجز مع بعض. لو انا شغلت البرنامج ده هيشتغل تمام جدا ومش هيطلع لي المشكله دي، تمام؟ في البايثون بقى هو حل لي المشكله دي. خلاص انا بقدر اعمل، هل السترنج اللي اسمه اس اللي دخله اليوزر ايكوال ايكوال السترنج ده؟ لو ايكوال ايكوال بكل بساطه اتس دون، خلاص حليت لي بقى كل الكلام ده. انا لا محتاجه الفانكشن بتاعت السترنج كومبير ولا محتاجه كل الدوشه دي. انا هنا بقدر اعمل مقارنه بين تو سترنجز بمجرد ايكوال ايكوال، تمام؟ احنا كل ده عايزين نوصل ونعرف في الاخر ان البايثون بتحلك الفيوتشر دي. احنا كده خلصنا الفيديو ده، يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. استنوني في الفيديو اللي جاي ونتعلم حاجه جديده في عالم البايثون. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.